شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة لمسافة 120 كيلومتر. جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي نظمه الاتحاد الملكي للبحريني للفروسية وسباقات القدرة على قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة. فلدى وصول جلالته حفظه الله وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القرية كان في الاستقبال سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة قائد الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد استبلات الخالدية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الزيارة الكريمة التي تعتبر أو تعبر عن دعمها وتشجيعها تشجيعهما لرياضة الفروسية. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شرحا حول مراحل السباق الذي اشتمل على مسافة 120 كيلومتر وعدد الفرسان المشاركين في السباق. وأوضح سموه أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وضع كافة الاستعدادات والترتيبات أمام فرسان البحرين للمشاركة في مختلف سباقات الاتحاد لهذا الموسم. كما تبادل جلالة الملك المفدى وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأحاديث مع الفرسان متمنيان لهم كل التوفيق في هذا السباق. وأشاد جلالة الملك المفدى بالنتائج والمشاركات التي تحققت من خلال مشاركاتهم في البطولات الإقليمية والعربية والدولية معربا حفظه الله ورعا عن تقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على جهودهم الطيبة التي يبذلونها في سبيل تطوير رياضة سباقات القدرة والوصول بها إلى مستويات أفضل والارتقاء بهذه الرياضة العربية. مشيدا جلالته بالمشاركة المتميزة لفرسان الإمارات في السباق والتي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها. وأعرب جلالته عن أمله بأن يحقق الموسم تطلعات وطموحات الفرسان لتحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المتقدمة في مختلف البطولات منوها جلالته بما حققه فرسان البحرين من نتائج طيبة ترجم مدى قدرتهم وكفاءتهم في هذه الرياضة متمنيا جلالته للمشاركين ومنظمي هذه السباقات كل التوفيق والنجاح. ومن ناحية أخرى أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالنقلة النوعية التي حققتها رياضة القدرة في مملكة البحرين والتي تحظى بدعم واهتمام مباشر من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الأمر الذي ساهم في تحقيق الفرسان للعديد من الإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة مشيرا سموه إلى أن مشاركة فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقائه في مملكة البحرين هي نتاج للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة في رياضة القدرة ومشيدا سموه بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في الارتقاء برياضة القدرة البحرينية ووصولها إلى أعلى المراتب. وقد هنأ جلالة الملك المفدى حفظه الله الفائز بالمركز الأول الفارس فهد الخاطري من الفريق الملكي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الفائز بالمركز الثاني وغانم العويسي الفائز بالمركز الثالث متمنيا لهم جلالته دوام التوفيق واستمرار النجاح مشيدا جلالته بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وأشقائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد استبلات الخالدية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة الفارس فهد الخاطري من الفريق الملكي بطلا لكأس جلالة الملك المفدى للعموم. كما توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في المركز الثاني بينما توج غانم العويسي في المركز الثالث.
مدير قناة دبي ريسينج الأستاذ جلالة الملك. نشاهد أيضا تواجده الأب الروحي لهذه. كنا بعيد عن لوائل، لا الدخول كان رباعي، خيل من اسطبلات إعمار تابعة لسمو الشيخ. عندها حظوظ أنها تنافس اليوم وتظهر بهذا اللقب. شوف النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هذه النظرة وهذه التوجيهات الكريمة، وأيضا هذه التوجيهات التي تأتي من فارس العرب والفارس الأول. كما نتابع مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم من خلال هذه التغطية الحية والمباشرة والنقل الحي. فإلى الآن شافوا يعني تغيير الأرضية. أنا فهد الخاطري، أنا اللي أشوفه أمامي سعيد أحمد يابر هذا وسعيد، يعني يمكن أغلب اللي كانوا متواجدين ما حد توقع أن تكون المرحلة الأولى بهذه السرعة. الآن نشاهد اقتراب الوصل الأول، رائد الآن خلاص وصل إلى خط نهاية المرحلة الأولى تقريبا، هو الآن أول واصلين، أول الواصلين رائد محمود. ربما أنه راح نشوفهم يحافظون على هالسرعات خلال المراحل الجاية. نعم نتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع سمو الشيخ بن حمد بن عيسى الخليفة، وأيضا الحديث عن هذه المرحلة والحديث عن هذا السباق الكبير. بعض الخيول تأدي ركبري سريع، تطور مستواها. دار الله طلع خيلة من هذه المرحلة، نقول له شكرا لك يا فهد، نقول له شكرا لك على هذا الأداء، نقول له شكرا لك على هذه قيادة. إذن هذا هو سيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، لا يزال كذلك نتابع على الطرف الآخر أيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد. بعدين كان في دخلنا في الفحص البيطري مع فهد ومع شازام، متابعه سمو الشيخ ناصر لل إذن مقام سامي متواجد معنا في هذه القرية، قرية الإمارات، أو عفوا أنا شكلي بزميلتها قناة دبي ريسينج في هذا النقل الحي الجميل. ثانيا يأتي بالخلف إن شاء الله ويزيد سرعته طبعا، لراح هذه الإنجازات وهذه الكبيرة اللي حققها سمو الشيخ حمدان ككونه مدرب وهو فارس يعني وصاحب هذه اللقطة الجميلة كما تابعنا مشاهدينا الكرام في هذا الأثناء. علم البحرين يرفرف من خلال هذه اللقطة الجميلة الرائعة لعلم مملكة البحرين متواجد وحاضر من خلال اللقطة الأخيرة في هذه البطولة، بطولة مهمة، بطولة كبيرة. فهد هلال الخاطري تابع هذه اللحظات التي تأتي من خلال هذه التغطية الحية والمباشرة. فهد هلال الخاطري يحصل على المركز الأول في بطولة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في ختام جميل ورائع ما شاء الله لهذه البطولة. ألف 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 مبروك لمملكة البحرين الشقيقة، للإخوان والفرسان البحرين، لسمو الشيخ ناصر الحمد، ولي جميع الفرسان والجميع اللي سووا اللي عليهم بالفعل. نقدر نقول إنه بيضوا الوجه، كفوا، أدوا، أمتعوا اليوم في هذا السباق. نبارك ألف ألف مبروك لمملكة البحرين الشقيقة هذا اللقب الغالي في هذا السباق. كمان نتابع مشاهدينا الكرام، ما زالت التبريكات أيضا تهل على فهد هلال خاطر من سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، والتبريكات أيضا لهذا المدرب وهذا في تميز من فرسان مملكة البحرين في اللحظات الماضية من خلال هذا التواجد والخيال. يعني مثل ما قلنا الفارس حاول يحافظ وفعلا حافظ ووفى بوعوده وحافظ. شوف هذا الحصان، شوف الشيخ ناصر بن حمد فرحان. احنا كلنا اخوان، نبارك للبحرين، نبارك لشعب البحرين، نبارك لي سيد ناصر بن حمد غالي، المبروك، الف مبروك للبحرين، المبروك العافيه لدولة الامارات العربيه المتحده على مركز اول مهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفه، وهذا فعلا الانتصار الحقيقي خالد بن حمد بن عيسى الخليفه، فرحتهم واحدة كلهم. التحية تأتي من خلال فوز سمو الشيخ حمدان بن حمد بن راشد المكتوم. يا سلام يا سلام، صورة للذكرى السباق. كما نتابع صورة جميلة ورائعة، صورة عائلية. يا سلام يا سلام، صورة بألف صورة. ما زلنا نتابع هذه اللحظات التي تأتينا من خلال الفحص البيطري بعد نتائج الفحص البيطري لكي نعتمد النتائج النهائية. شوف منظر الجميل، منظر ألف ألف مبروك لجميع الفائزين في هذا السباق، سباق كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الدولية لسباق القدرة، اتحاد الملك البحرين الفروسية سباقات القدرة وفريق فيكتوري. وهذه الصورة الجميلة الرائعة، سباق شيق، سباق مثير، سباق يدل ويؤكد أيضا صحيح سطوة هذه السباقات.
وقد أدلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتصريح في هذه المناسبة أشاد فيه بالنتائج التي حققتها رياضة القدرة في مملكة البحرين، والتي تحظى بدعم واهتمام مباشر من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الأمر الذي ساهم في تحقيق الفرسان للعديد من الإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة. خبرنا طويل العمر على هالناموس، ما شاء الله على هذا الجميل اللي سويتهم بداية المرحلة الأولى، مسيطرين على السباق طويل العمر لين ما وصلتوا ما شاء الله عليكم خط النهاية، والفرحة اليوم عندك طبعا من الساعة خفت ميتك. أنا قلت لك الصبح وما قلت لك، ما أعرف أن قلت له والله، قلت أن هذا السباق أهم عندي من كأس العالم صراحة، غالي علينا هالكأس باسم جلالة الملك الله يطول عمره، أكيد راح أبذل قصاري جهدي، فهالجهد هذا ما راح خسارة. أنا قلت لك اللي بيفوز يستاهل واللي بيغلبني يستاهل، لأن أكيد سعى والحمد لله سعينا مع هالبطل، والحصان ما شاء الله أدى أداء طيب، مشيت الخطة من أحسن ما يكون، وهذا احنا ننتظر هني الشيخ حمدان نبارك له بالفوز، لأن الفوز هذا فوزه، وهذه السقارة سقارة الشيخ محمد وتربية الشيخ محمد، لولاه ما وصلنا هالمرحلة هذه، هذه الكلمة الحق. نحن اليوم نقول كنا من الساعة بنستيو كنا نقول اليوم ناموسين، لو فاز الشيخ ناصر نحن نقول ناموس، لو فاز الشيخ حمدان ناموس، والناموس الأول والأخير طبعا حضور جلالة الملك اليوم. والله أنت ترشح وجلالة الملك والشيخ محمد سوا اليوم يسولفون في اللي هم يحبون في جمعة خيل، في جمعة طيب مع ريايل طيبة، أكيد الحمد لله اليوم ناموس، لكن خذ الكلمة من هالبطل هذا. لا طبعا نقول لك ناموس مرة ثانية، شو سويت في المرحلة الأخيرة؟ كيف شو الترتيبات اللي أعطاك؟ شو الخطة اللي كلمك يوم المرحلة الأولى أنت مسيطر على السباق للمرحلة الأخيرة؟ تخبرنا. والله سمو الشيخ ناصر أعد الحصان إعداد جيد، وكان من الصبح يقول لي بيسنا ما بنغلله، وبيسنا كان ثابت والحمد لله رب العالمين، طبعا هاي كلها توافق من رب العالمين والحمد لله. ما حسيت في لحظة أن الحصان عندك شوي راح يتراجع ولا شوية، ولا نفس ما أنت تميت على السرعة هذه شو شفت؟ لا والله الحصان أنا راكبة مرتين من قبل فايز عليه أول وثالث، والحصان أنا عارف أنه في الأتراك ما شاء الله عليه يروح. كما عودتنا البحرين بالاستضافة الطيبة، أنا أعتبر اليوم فايز بالمركز الأول والثاني. طيب سمو الشيخ، يعني هذه البطولة ومشاركتك فيها شنو تعد أو شنو تقييمك لها من خلال مشاركتك في البطولة الجاية لرئيس دولة الإمارات؟ والله أول مرة تكون السرعة مثل هذه السرعة، كانت سرعة يعني عالية جداً، طبعا الخيول اتطورت، الفرسان اتطوروا، والمدربين اتطوروا، وصلنا لهذه السرعات. واحب ابارك لاخي الشيخ ناصر على الحصان لانه هو اللي يدربه، وما شاء الله يعني على الحصان هذا يمكن اليوم جاب افضل توقيت. طيب طويل العمر، التقييم العام لسباق اليوم؟ السباق العامي، التقييم العام للبطوله اليوم. التقييم العام سباق فورمولا 1، يعني السباق اليوم فورمولا 1. وبجاوب عليك بعد، انا بجاوب على السؤال العام. السباق العام كان غير، كنا راكبين مو فورمولا 1، اليوم راكبين كله فورمولا 1، والشيخ ناصر عند اليوم ما شاء الله على الحصان هذا، يمكن لو يوديه فورمولا 1 يمكن يسبق السيارات بعد. لا اله الا الله. بالتأكيد هناك تطور واضح هذا العام، كنا نسمع من سمو الشيخ ناصر ان القدره تطورت وصل ل 27، بس اليوم ما تخطى ال 27. لا 27 الحين بعد ما وصل. ف الحمد لله الارضيه تغيرت صراحه، يعني جهود اللجنه اللي يعني هم متابعين الارضيه غيروا الارضيه الى الافضل طبعا، وهاي هي اللي ناسبت الخيل الفارس والسرع بعد. شوفي المرحله الاولى والثانيه كانت سريعات، بس المرحله الثالثه كانت يمكن حوالي اللي عملت الفارق هذا، وطبعا الرابعه اللي طرنا. يعني يا سوب كان صدمه بالبلنتي في المرحله الثالثه؟ والله اذا قلت لك صدمه ما بجاوب عليك، ما بكون يعني اقول لك الجواب الصحيح، لا بالعكس غامرنا في السباق هذا، لازم تتغامر، فغامرنا نحن وحصلنا على البلنتي، وكان يعني قرار سليم صراحه. المغامره كانت داخل المرحله ولا في ادخال الخيل بسرعه؟ لا في ادخال الخيل طبعا. سموك طالع مرحله اخيره 5 دقائق بس، ما شفناكش قررت ان انت تغامر وتلحق على الاول، كثير ناس في القريه قالوا بيلحق بيلحق. شوفي نحن عندنا كل فريق عنده الخطه، طبعا انا لو
لو شفت ان الحصان اللي قدامي تعبان كان يمكن اني اقدر اني الحق، بس الاخبار اللي تيني عن الحصان اللي قدام كان قوي، فما بغيت اني انا احرق حصاني بعد الحق الحصان هذاك. ومثل ما تشوفين السماعات هاي اللي تخبرنا عن كل شيء. سمو الشيخ ناصر، لازم نشوفه في كاس رئيس الدولة يعني بأداء قوي بهالطريقة اللي شفناها اليوم بإذن الله. أولا أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد وإلى جلالة الملك على هذا الحضور اليوم العظيم. كلنا فايزين اليوم، إذا احنا تطورنا معناته هذا من فضل تواجد ودعم الإمارات لنا ومشاركتنا معاهم، نتعلم منهم والحمد لله اليوم يعني الثمار بينت من حصادنا. فبإذن الله بنكون معاكم في كأس رئيس الدولة، ولكن هذه سباقاتكم هناك وإن شاء الله لها شؤونها، ولكن احنا فرحانين وشاكرين على تواجدكم معانا اللي في أغلى كؤوس البحرين، وصحيح أنه أعطاه برستيج وعطاه السرعة اللي إحنا كنا نطمح لها. شو كان نقطة القوة في شازم من الأمس وأنت بترشح لي شازم؟ قولي هاي المرشح. طبعا أنا دربة شخصيا مثل ما ذكر الشيخ حمدان، أعرف الحصان زين، تدريباته كانت زينة، الحصان أدى أداءات ممتازة وياي في داخل البحرين وفي أوروبا، حاصل على المركز الرابع في بطولة العالم، الثالث في إيطاليا قبلها، فالحصان ما شاء الله يعني باور فيه وكونستنت يعني دائما من الأمام. بس اليوم يعني مثل ما قلت لك أمس فوق 27 لأن أعرف قدراته، فكنت أتمنى أن المجموعة تكون معي. فصفينا مع الصفوة الشيخ حمدان وبطل العالم فهد الخاطري، تموا مع بعض وما يبقى إلا الزين، والحمد لله على كل حال منافسة كانت شريفة وكلنا فرحانين. شكرا. بس عندي شيء، ترى لو أنت سألتينا البارح الفوز مو بالمركز الأول ولا الثاني، الفوز أن نحن جايين نشارك. أنا ما أمثل الإمارات، بالعكس نحن كلنا نمثل الخليج بشعار خليجنا واحد، هذا هو اللي